وبكده يعني نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي وهنروح للاخبار المحليه. طيب خلينا نقول زي ما شفنا امبارح القرعه، طبعا مصر اختارت تكون في المجموعه السبعه، المجموعه السبعه في مونديال طبعا 2020. طبعا خلينا اقول بس حاجات سريعه كده عن المونديال او معلومات سريعه عن المونديال. المونديال ده هيبقى في شهر يناير، هيبقى بمشاركه 32 فرقه لاول مره في تاريخه. في العادي بيكون في 27 فريق اللي بيشاركوا، النهارده 32 فرقه، خمسه من افريقيا، 24 كان قبل كده 24، النهارده كاس العالم اللي مصر هتنظمه 32، وهو هيكون من الفتره من 13 ل 31. المجموعه بتاعت مصر بتضم السويد والتشيك والمنتخب اللي هيصعد من تصفيات امريكا الجنوبيه. تصفيات امريكا الجنوبيه لولا كورونا كانت اتعملت وكان اتسمى اسم الفرقه هتكون مين، ولكن لسه البطوله ما اتعملتش وما تعرفش مين اللي هيتاهل، فحطوا منتخب صاعد من تصفيات امريكا الجنوبيه. البطوله طبعا هتتلعب على اربع صالات. البطوله هتتلعب على اربع صالات، ايه هي؟ صاله استاد القاهره، وصاله العاصمه الاداريه، وصاله برج العرب، وصاله 6 اكتوبر. دي المجموعات قدام حضراتكم بتتعرض. وخليني اقول لحضراتكم كمان ان امبارح حضر القرعه طبعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وكمان حضر الدكتور اشرف صبحي، وحضر كمان طبعا المهندس هشام حطب، وحضر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي بالطبع، وحضر طبعا 17 وزير من الحكومه المصريه، وده ان دل فيدل على اهتمام الدوله المصريه بهذا الحدث الكبير. وطبعا حضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، ولفيف طبعا من كبار الدوله، وايضا كان مجموعه كبيره من الصحفيين عشان يغطوا، الصحفيين المحليين والعالميين طبعا عشان يغطوا القرعه. والحقيقه القرعه تابعها دول كتير جدا، اكيد 32 دوله المشاركه، وايضا دول تانية مهتمه بكره اليد. الحقيقه الافتتاح كان هايل تنظيميا، المنظر العام في سفح الاهرامات كان رائع، حقيقه افتتاح او قرعه رائعه. طبعا انا الحقيقه وانا موجود متشوق اشوف الافتتاح هيبقى شكله ايه، يعني انا متاكد ان الدوله المصريه اكيد هتنجح في تنظيم كأس عالم رائع بافتتاح وختام أكثر من رائع إن شاء الله. خلينا نروح طبعا خبر كمان مهم كان على هامش القرعة، الدكتور حسن مصطفى صرح أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وجه له دعوة عشان يحضر كأس العالم، وهيجي إن شاء الله كأس العالم. الحقيقة اللي ما يعرفش توماس باخ هو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ده أهم شخصية رياضية في العالم. أنا عايز أقول لكم أنه هو اللي يعني عايز اقول لكم انه شخصيه يمكن هو ليه دور كبير في حط اللوائح والقوانين والامور المنظمه للحياه الاولمبيه على مستوى العالم. فطبعا الدكتور حسن مصطفى وجه له الدعوه، تشريف توماس باخ او السيد توماس باخ لمصر في هذا الحدث الحقيقه هيحط الضوء بشكل كبير جدا، مش بس لكره اليد، لا لكل الالعاب الاولمبيه، لان الحقيقه لما راجل بهذه القيمه يكون موجود في طبعا في كأس العالم، اكيد الميديا العالميه هتكون متابعه هذا الحدث بشكل كبير. الحقيقه دعوه موفقه من الدكتور حسن مصطفى، واحنا كنا سعيدين جدا بقبول هذه الدعوه. خلينا اقول كان في تصريح مهم طبعا للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه امبارح، قال ان القياده السياسيه وفرت كل سبل النجاح لمونديال اليد، وقال طبعا انه القياده السياسيه على راسها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته الواضحه بتذليل كل الصعوبات وتوفير كل الدعم والنجاح لهذه البطوله. وخليني اقول لحضراتكم كمان انه حجم الانشاءات وحجم الانفاق اللي حصل 3.2 مليار جنيه استعداد في المنشآت لهذا الحدث، ده يدل ان الدوله مهتمه جدا والقياده السياسيه تعليماتها كانت واضحه انه لازم هذا الحدث يخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر طبعا. وخليني اقول لحضراتكم ان رئيس الوزراء طبعا دكتور مصطفى مدبولي بوجوده او على راس اللجنه العليا المنظمه ذلل عقبات كتير جدا كانت واقفه في طريق كاس العالم، وكان يمكن اهم عقبه طبعا كورونا، وان الدول ازاي تكون في طمانينه ومش قلقانه ابدا انها تيجي تلعب في مصر، ده كان اكبر ملف قدام السيد طبعا معالي رئيس الوزراء، والحقيقه اتحل طبعا بايه بشكل جميل جدا، وكل الدول زي ما احنا شايفين منتظره كاس العالم. الحقيقه حاجه كانت تفرح جدا امبارح.